سعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نمت أنا شرفتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم. 33 درجة مئوية متوقعة، 32 أمل الموتى، الرطوبة 25%، أما الرياح تكون بين خفيفة ومعتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس مغبر 26 إلى 17، عرعر طقس عاصف مع غبار كثيف أيضا 26 إلى 17، تبوك 29 إلى 16. المنطقة الغربية، جدة 37 إلى 24، المدينة المنورة 38 إلى 24، مكة المكرمة 40 إلى 28، أما الطائف 30 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات عادية من الأمطار متوقعة في عموم تلك المناطق، أبها 24 إلى 17، الباحة 27 إلى 20، أما جازان 35 إلى 30. المنطقة الشرقية، حفر الباطن طقس مغبر 34 إلى 22، الدمام 40 إلى 26، الإحساء 40 إلى 25. المنطقة الوسطى، حائل غبار خفيف متوقع 29 إلى 15، بريدة 38 إلى 20، أما الرياض فرصة خفيفة أو ضعيفة لهطول زخات خفيفة من الأمطار 35 إلى 24. إلى اللقاء.